شنو ينجم يفسر تراجع المداخيل؟ ويني أسعار التذاكر والاشتراكات متاع الشركة الوطنية للسكك الحديدية؟ موضوع حقق فيه خليل زروق. نوفمبر 2018، حريق في واحد من شبابيك بيع التذاكر بمحطة الرياض سبب في إتلاف آلة بيع التذاكر. جويلية 2019، حريق آخر في نفس شباك بيع التذاكر بمحطة الرياض سبب زادة في إتلاف آلة بيع التذاكر. زوز حرائق في ظرف 7 شهور صاروا في ظروف غامضة في شركة تعاني من تراجع المداخيل متاعها. هل فما علاقة بين الحرائق هذه وتراجع المداخيل؟ تتهز الآلة من برج السدرية تتحط في محطة الرياض وتتحرك في ليلتها. وكيفاش الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية خسرت ما يقارب 4 مليارات في السنين الأخرى؟ فما أموال ما هيش قاعدة تدخل للحسابات بتاع المؤسسة هذية، لا شك فيه. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تأسست عام 1956، تشغل في حوالي 4627 موظف. لسنسيفتي عندها 107 قطار مهمتهم نقل المسافرين إما بين المدن أو في أحواز تونس والساحل، وعملية نقل المسافرين تأمنهم 3 وحدات كيما وحدة نقل المسافرين بين المدن، وحدة أحواز الساحل، وحدة أحواز تونس. وحدة أحواز تونس تأمن يومياً حوالي 120 سفرة، أي حوالي 100,000 مواطن يركبوا في التران كل يوم. عندنا 18 محطة ونأمن لهم سفرات يومياً في حدود معدل 120 سفرة في اليوم، وننقل يومياً قرابة 100,000 مسافر في اليوم، وبأربعين منها المقابل 40 مليون مسافر في السنة. لكن هالشركة اللي عمرها 64 سنة تعاني في السنين الأخرى من مشاكل مالية كبيرة وتراجع في مداخيلها، خاصة في بيع التذاكر والاشتراكات. شنو اللي يخلي مداخيل الشركة تتراجع عام بعد عام؟ بحثنا في الموضوع باش ينطلق من مطلب قدمناه للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بخصوص مداخيلها من بيعان التذاكر والاشتراكات سنويا في وحدة أحواز تونس، وهذه الأرقام اللي توصلنا لها. في 2010 رقم معاملات وحدة أحواز تونس من بيعان التذاكر والاشتراكات وصل لأكثر من 8 مليارات و150 مليون. في 2011 ما فاتش 6 مليارات ونص، أي تراجع بقرابة 1.5 مليار، يعني بحوالي 20%. وعلى عكس ما كانوا يتصوروا البعض إنه الحكاية راجعة للثورة ونتائجها، فإنه أرقام وحدة أحواز الساحل تثبت إنه الحكاية مش صحيحة، بما إنه التراجع ما كان إلا بنسبة 4%. في 2012 ورغم اللي الشركة شريت قطارات جديدة إلا أنها ما وصلتش رجعة الرقم معاملات 2010، مداخيلها كانت في حدود 7 مليارات و461 مليون. ومن وقتها وأكثر مداخيل عرفتها وحدة أحواز تونس كان في 2016، واللي ما فاتش 8 مليارات و497 مليون. التنمية المعبية وارتفاع النسبة السكانية والقطارات الجديدة وكل شيء، يعني ومناطق صناعية في واحد أحواز تونس معناها كبيرة، يعني من المفروض كانوا الإيرادات معناها تكون في أعلى مستوياتها وتطلع حتى على 10 مليارات. هذه 10 مليارات وعمرنا وصلناه مالجريك ما فماش نمو ديموغرافي كبير برشا، ولكن النتائج متاع الوحدة متاع الساحل من عام لعام قاعدين يزيدوا بعد الثورة. كيفاش في الساحل المداخيل تزيد وفي تونس مشي بالمقلوب؟ شنو اللي يفسر الانهيارات هذه في مداخيل بيع التذاكر؟ بحثنا في الموضوع باش يوصلنا للصورة هذه، صورة حادثة حرق آلة بيع التذاكر في محطة الرياض ليلة 20 جويلية 2019. كيما تشوفوا
ماكينة بيع التذاكر برك هي اللي قاعدة تتحرق، لا الكليماتيزور تحرق ولا الهيكل متاع البوكس. أمل غريب في الحادثة هذه إنه الديسك دور متاع الماكينة واللي مخزن فيه كل عملية بيع التذاكر اختفى. إذا كان واحد يحب يريكوبير معناتها المعطيات متاع اللي صار قبل الحريقة، يلزم يكون عنده ديسك دور اللي تنجم تركبه على ماكينة أخرى وتستخرج هالمعطيات هذوما الكل. هل الديسك دور بقدرة قادر ما همش موجودين؟ يتسرق ماكينة ليس بالضرورة معنا المعطيات كلها ذية. بالنسبة لنا احنا كل يوم عدنا لارتيتوكيس جورنالي في تعطي ما قامت به المحطة ولا النقطة تلك النقطة من بيع في تلك في ذلك اليوم. الحادثة هذه كانت منطلق لتحقيقات أخرى باش تكشف عديد التجاوزات في الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. عملية التدقيق اللي دامت حوالي العام خرجت 4 تقارير كشفت فيهم على جملة من الإخلالات الكبيرة في عملية بيع التذاكر الإلكترونية واليدوية. اللي شافوا الحرائق هذه تكررت، مديرية التدقيق معناها فتح التحقيق أفضى إلى وجود إخلالات وعمليات معناها مالية خطيرة. الوحدة هذه عندها برشا إخلالات في طرق التصرف والمراقبة متاع المبيعات ومتاع التذاكر متاعها وعلاقات فيها تضارب متاع مصالح. هذا التقرير الأولي اللي أنجزته مديرية التدقيق الداخلي والمراقبة في حسابات محطة برج السدرية والمحطات الفرعية التابعة لها نهار 6 نوفمبر 2019. التقرير كشف تجاوزات في حسابات محطة برج السدرية، إخلالات وصفها التقرير بالاختيرة خاصة في عملية تأخير نقل البيانات متاع عملية بيع التذاكر من آلة البيع إلى الخادم المركزي لوحدة أحواز تونس واللي نقراو فيه. بالتدقيق في عمليات نقل البيانات المتعلقة بعمليات البيع من آلات البيع بواسطة القرص الإلكتروني إلى الخادم المركزي بمنظومة البيع لوحدة أحواز تونس، تبين وجود تأخيراً زمنياً كبيراً في القيام بهذه العملية من طرف مكتب متابعة المبيعات الراجع بالنظر إلى الإدارة التجارية لوحدة أحواز تونس، وقد تجاوز هذا التأخير في بعض الحالات 3 أشهر. يعني عدد التذاكر والاشتراكات اللي تم بيعها تتسجل في الديسك دور متاع آلة البيع، وكان من المفروض انه يتم نقل المعطيات هذه الى الخادم المركزي في وحدة احواز تونس كل 10 ايام، الا انه المعطيات هذه ما كانش يتم نقلها، الشيء اللي خلى المدققين يشكوا في ملابسات زوز حرائق اللي صاروا في محطة الرياض. كل جيشتي منها على فان دي سيرفيس يصب لافونت نتاعو كل في الماكينه، دونك كلهم موجودين في الاله نتاعنا. جماعه التفقد خلطوا كونوا معناتها فما مبالغ ماليه ما تصبتش في الوقت نتاعها، فما مبالغ ماليه تصبت بطريقه جزئيه، واحد يدخل زوز ملايين فقط تصب زوز ملايين تصب مليون، والمليون الاخر يا حي غدوه بعد غدوه. هذوما معناتها امور اختيره برشا اللي فلوس دور في دي العباد الاخرين. اكثر من هكا المدققين تفطنوا العدد من التذاكر تم بيعها وما تحسبتش في جوذاذات ايقاف الحسابات، يعني فلوسهم ما دخلتش الخزينة الشركة. تبين ان هناك مجموعة من سندات النقل تم بيعها دون ان يتم احتسابها بجوذاذات ايقاف الحسابات النهائي، ودون ان يتم ايداع المبالغ الماليه المتاتيه من عمليه البيع بخزينه الشركه. الثابت كونه فما اموال ماهيش قاعده تدخل للحسابات بتاع المؤسسه هذه لا شك فيه، وفما اموال بتاع المؤسسه في مكاتب العباد لفترات يستعملوا فيها اغراضهم الشخصيه يرجعوا منها جزء ما يرجعش. بالنسبة للمعطيات اللي موجودين في التقرير هذاك تم تفنيدها ومناش من طرف الوحدة، وزاد بعديك كثبت اللي ثم تناقص في التقرير هذايا وفي عديد من المعطيات الخاطئة. صحيح التوكي يجيك يقول لك الشيفر كونتابل ماهوش هو صحيح مع الشيفر اللي موجود في الإعلامية.
انا نقول لك اللي هو صحيح، الشيف اللي عندنا احنا اكثر بكثير من اللي موجود في الاعلاميه. والتجاوزات الماليه في محطه برج السدريه ما زالت متواصله. مديريه التدقيق اكتشفت انه فما شبهه استيلاء على اموال بيع الاشتراكات قاموا بها عدد من الاعوان التجاريين. الاعوان هذ كانوا يستعملوا في ثغرات موجوده في النظام المعلوماتي متاع اله بيع الاشتراكات. كانوا يعرفوا انه اثناء عمليه الطباعه يتم وضع الاشتراك بطريقه معينه تخلي الماكينه تطبع الاشتراك اما ما تقومش بتسجيل العمليه، وبالتالي ما تقيدش معلوم الاشتراك. كانوا يحطوا الاشتراك ويعوجوه مليمتر واحد، وبالتالي تخرج في التقرير المحاسبة سيئنا عملية لم تنجز. في الحالة هذه القانون ايش يقول؟ يا اما الاستظهار بالجذابة يا اما الاستظهار بالاموال نتاعها، وفي كلتا الحالتين ما يستظهروا حتى بشيء، يبيعوها عوجة وتتقيد اللي هي ما تباعتش. لا يوجد عملية سرقة للاشتراكات بمحطة برج السدرية، وهذا موثق بالدوكيمون تاع ديتاي فونت وبالبياس وفي التقرير هذا اللي موجود. عملوا فريق كامل، لجنه عملت وفندت ما ذكر بالتقارير اللي عندك انت. علاش الاخلالات هذه الكل صايره في محطه برج السدريه والمحطات التابعه لها؟ وشنو حكايه التساكر اليدويه اللي معاوده؟ هذه محطه برج السدريه هي ثاني اكبر محطه في احواز تونس بعد محطة تونس. مداخيلها من بيع التذاكر والاشتراكات تمثل حوالي 19% من مداخيل وحدة أحواز تونس. عملية التدقيق باش تقف عند نقطة محيرة في علاقة بمحطة برج السدرية. عائلة واحدة أعضاها يشرفوا على أكثر من خطة مكلفة ببيع التذاكر ومراقبتها. العون ميمعة تختم رئيسة مصلحة مكلفة بالتسويق ورئيسة مكتب مراقبة المداخيل والحسابات. شقيقتها العون نون عا تختم رئيس مداخيل محطة برج السدرية والمحطات الفرعية التابعة لها. زوجها عاذا يختم رئيس محطة برج السدرية والفروع متاعها. وثلاثة بنات أختها متربصات في نفس المحطة يبيعوا في التذاكر. الأخت تراقب في أختها، الأخت تبيع في التذاكر وفي ليزابونمون، وتبيع في التذاكر اليدوية وتصب فيها في الشركة، وأختها تراقب فيها تصب مخر، أختها ما تتكلمش، تصب الناقص، أختها تولي ما تفطنش. أنا في الفترة هذيك رئيس قسم التسويق ما عنديش علاقة مباشرة بها، ومانيش أنا اخترت باش هي تكون، معناها هي كي خذات رئيس قسم الحرفاء، معناها رئيس مقابيض، عدات في تابلو ونجحت فيه وخذات قبل ما ندخل أنا حتى للشركة، دونك هي بطبيعتها غادي، مانيش أنا مسؤولة على تغيير الخطة نتاع الرئيس محطة يتبدل، دونك جات صدفة هي معينة في بيريود معينة، ما كانش أنشوا من عندي أنا. تضارب في المصالح واضح بين شكون يجمع في فلوس التذاكر وشكون من المفروض يراقب العملية. التضارب في الخطط الوظيفية خلى عملية المراقبة تكاد تكون منعدمة. غياب الجدوى والفاعلية في عملية مراقبة حسابات محطة برج السدرية والمحطات الفرعية التابعة لها، بالإضافة لوجود خطر يتعلق بعملية استيلاء على ميل الشركة اعتباراً لوجود تنافر وتداخل في الخطط الوظيفية والمباشرة فعلياً من طرف أعوان وحدة أعمال نقل المسافرين والمكلفين بمتابعة عمليات المحاسبة مثل ما تم ذكره سابقاً. فما خلل في تضارب المصالح، نجموش نحطوا مديرة تراقب في المبيعات نتاع الفلوس نتاع أختها. لا ماهوش تضارب مصالح، خاطر وقت اللي تحلت لونكيت أنا ليس لدي علاقة مباشرة بها. أنا كنت رئيس قسم التسويق، هي تابعة رئيس قسم الحرفاء، عندها مندوب حرفاء عارفة، ومن بعد رئيس قسم الحرفاء، ومن بعد مدير تجاري، دونك ما عنديش بها علاقة مباشرة. غياب عملية مراقبة الحسابات في محطة برج السدرية، موقفش كان عند التذاكر الإلكترونية والاشتراكات برك، الإخلالات وصلت حتى للتذاكر اليدوية.
التذاكر اللي تطبع في المطبعة هذه مطبعة تقليدية عمرها أكثر من 40 سنة. كل تذكرة عندها رقم سلسلة خاص بها، وعملية الطباعة والمبيعات من المفروض إنها تخضع المراقبة ومتابعة دقيقة. لكن فريق التدقيق وقفوا على جملة من التجاوزات في عملية الطباعة وعملية مراقبة مبيعات التذاكر، واللي نقرأه منها: يستنتج مما سبق ذكره أن طباعة التذاكر بنفس الأرقام 3 مرات يفتح عديد التأويلات والشكوك حول سلامة منظومة الطباعة وتوزيع وبيع التذاكر اليدوية بالشركة، خاصة أن هذا الإخلال لم يتفطن له أي مسؤول من وحدة أعمال نقل المسافرين على أحواز تونس على مر السنين. ونقرأ زادة: لا يتم إرسال الجرد الشهري للتذاكر اليدوية لكل شباك إلى مكتب مراقبة المداخيل. عدم إرسال لباج أديسيونيل لكل شباك تذاكر شهرياً إلى مكتب مراقبة المداخيل. السيريات من 1 إلى 10 اللي تطبع 3 مرات، تطبع سنة وعامين 3 قبل الطبعات، وثمانية سنين التالية الطبعات، وهذا معناتها ما يثبت كين كونه المراقبة والمراقبة مش موجودة. عدد من التذاكر في إجراء تدقيقي وقع كشفهم في محطة تونس اللي يكونوا هم معاودين. بالرجوع إلى الوثائق كل تأكد بسلامة الأمر وليس فيه أي معناها شبهة ولا مشكلة معناها ولا أي خلل كان، فهمتي ولا؟ الثابت من خلال تقارير مديرية التدقيق إنه فما إخلالات كبيرة في عملية بيع ومراقبة تذاكر قطارات أحواز تونس، وشبهات في الاستيلاء على أموال الشركة. لكن المدققين ما نجموش يعرفوا بالضبط حجم الأموال الضايعة، باعتبار وإنه برشا وثائق رفضت وحدة أحواز تونس إنها تمدهم بها، الشيء اللي خلى الرئيس المدير العام يطلب من التفقدية العامة للنقد باش تفتح تحقيق نهار 26 ماي 2020. تحقيق ما وصلش تعمل. كان ينجم زاد معناتها مراقب الحسابات يزيد يأكد هالشيء هذا الكل، وراهو معناتها من دوره باش يرفع قضايا جزائية مباشرة. معناتها مراقب الحسابات هذا دوره يلقى معناتها أموال عمومية قاعدة تنهب وإلا مش قاعدة يصير التصرف فيها بالطريقة المثلى، هو دوره كونه يرفع الأمر إلى القضاء، واللي هو يتعهد بمزيد البحث والتحقيق في المواضيع من النوع هذي. لكن فريق الحقائق الأربع نجم يوصل للوثيقة هذه، وثيقة تأكد التراجع الكبير في مداخيل وحدة أحواز تونس بين 2018 و2019، واللي فاتت 460 مليون منهم أكثر من 130 مليون خسائر تكبدتهم محطة برج السدرية. محطة تونس العاصمة عرفت زادة تراجع بأكثر من 150 مليون. غياب الرقابة منذ سنوات هو واحد من الأسباب اللي خلى الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تخسر مليارات. غياب تسبب في انفلاتات في أكثر من محطة، كلفت الشركة برشا فلوس.